أنه لا تعرض نفسك للفتن. لا تعرض نفسك للفتن، يعني لو تأملنا الجهاد، الشهيد، الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يؤمن من فزع القبر، يعني أمنه الله في الدنيا والآخرة. بمعنى آخر، أراد الله للشهيد الأمان الجسدي، أراد الله للشهيد الأمان الجسدي، يعني كلنا يخشى الموت، حتى عائشة ماذا تقول؟ ومن منا لا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فأراد الإسلام أن يطمئن الشهيد أنك لن تشعر بألم الموت، هذا أول أمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشعر الشهيد من ألم القتل إلا كما يشعر أحدكم من ألم القرصة. فجاء الأمان الأول للشهيد أنك لن تشعر بألم القتل، رصاصة، سيف، تفجير، تنكيل بك، أنت لن تشعر به، لأن الله عز وجل حمى هذا الجسد أن لا يشعر بألم. ثم لما يموت الشهيد، وضع طبيعي أن ينتقل للعالم الآخر، البرزخ، عالم البرزخ. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أول ما دفع من دمه؟ يرى مقعده بالجنة، تأمين آخر، أمنه جسديا وأمنه أن رأى الجنة. ثم لما يدفن الشهيد لا، ويؤمن من فزع القبر. فجاء الأمان للجميع، بجميع، حتى في الآخرة يخرج دمه يثعب جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح إذن جاء الأمان للشهيد في كل الأحوال. وما هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء ماذا؟ العدو. لا تتمنى لقاء العدو. إذن يعطيك دلالة، المسلم يجب أن يكون حذقا، ليس من رجاحة عقل المسلم أن يعرض نفسه للفتن ويقول أنا الذي أستطيع أن أواجه الفتن. حتى بذرة الخوف بذرة كمال، ترى لولا خوف الإنسان ما تسلح الإنسان. بمعنى آخر، تجد الإنسان كلما خاف كلما طور وسائل الدفاع عن نفسه. يعني أول ما خافت البشرية صنعت سيفا، سلاحا، سكينا. لما جاء طوفان سبأ، انتقلت سبأ من الأودي إلى أين تسكن؟ إلى الجبال، ونحتت من الجبال بيوتا. إذن الخوف أحيانا هو مصدر أمان. وجود بذرة الخوف هذا عنصر لبقائك. عنصر ماذا؟ لبقائك. يعني أنت لولا أنك خفت من السارق ما وضعت في بيتك وسائل الأمان. لولا أنك تخاف من السيارة أن تنقلب بك لما قمت بتخفيض السرعة. فبذرة الخوف هذه الذي تعيب ربما الإنسان هي بذرة أمان، هي بذرة ماذا؟ أمان. لهذا خوفك من الفتن هذا كمال الإيمان، حتى لا تحدث ماذا؟ الفتن. خوفك من الفتن كمال الإيمان وكمال العقل، حتى لا تحدث ماذا؟ الفتن. لهذا من تأمل الحسن البصري رحمه الله، وصلت له قصة، قيل له إن فلان نزل عند النهر، نزل أراد ماء، فقال له رجل: لا تنزل، رحمك الله، يوجد عند النهر سبع من السباع، أسد، يقصدون أسد. فقال: أنا لا أخاف. فنزل وأخذ الماء ورجع. فأصبحت العرب تنقل قصة بطولة الرجل، أن هذا الرجل بطل وهذا الرجل كذا. فوصلت القصة للحسن البصري، قال رحمه الله: إذا قال الله لموسى وهارون لا تخافا، وهو موسى نبي وهذا ماذا؟ نبي. ومن أيدهما؟ الله. فبذرة الخوف موجودة، لا تحاول أن تنزع بذرة الخوف من نفسك أبدا، بل بالعكس، بذرة الخوف عنصر أمان ماذا؟ لك. فلما خاف يوسف على نفسه كان لابد من إيجاد عنصر الأمان. إن بقي في القصر سيضعف، وستبقى زليخة متسلطة عليه، وستبقى تحاول من مراودة لأخرى، وتنتقل من وسيلة لأخرى. فكان لابد من إيجاد عنصر الأمان. عنصر الأمان أن يبتعد، والابتعاد لا يصلح، لأنه وظيفته أن يخدم بالقصر. إذن ما هو الابتعاد؟ أن ماذا؟ أن يسجن.